طبعا حاليا انا العضو الوحيد الموجود، فقلت خليني انزل القناة عشان ما ينسحب على القناة. طبعا اليوم راح اتكلم لكم عن انمي او سلسلة ون بيس الواقعية لايف اكشن اللي راح تنزل قريب، ويا خلونا نبدأ. طبعا في المعلومة الاولى، المخرج الخاص بالانمي هو نفس الشخص اللي اشتغل على كاوبوي بيبوب النسخة الامريكية وبريزن بريك، فيعني راح يكون مخرج رهيب وان شاء الله يطلع لايف اكشن، اول لايف اكشن رهيب، لان صراحة في ممثلين كثير رهيبين. ونتيجة المعلومة اللي بعدها، طبعا الاستديو اللي شغال على اللايف اكشن هو استديو تومورو. طبعا هذا استديو معروف وفي هوليوود ومن افضل الاستديوهات. طبعا هذا الاستديو راح يسوي بعد لايف اكشن حق كاوبوي بيبوب، يعني ان شاء الله يكون يعني متخصص في لايف اكشن الاستديو هذا ويضبط لنا لايف اكشن رهيب. اول لايف اكشن صراحه رهيب، لان صراحه كل اللايف اكشن اللي شفتهم الحين كلهم خياس في خياس، ما في ولا شيء رهيب ما يضبط، بس اظن ان هذا اللايف اكشن يمكن راح يطلع هو الوحيد الرهيب. ونتقل المعلومه اللي بعدها. طبعا في المعلومه الثالثه والاخيره حاليا، انا ما في معلومات كثير بس راح احاول اتنزل اي معلومات عن اللايف اكشن هذا اتكلم عنه. طبعا يعني الاكترز او الممثلين الشخصيات راح اقول راح يطلعوا لكم في الشاشه، وراح اقول لكم اتكلم عن بعضهم وعلق عليهم حاليا. اول شيء لوغان ليرمان هو اللي راح يمثل شخصيه لوفي، لكن ما احس لايق عليه. وزورو في البوستر طلع فخم. سانجي ونامي إما واتسون، يعني شخصيات ما أدري شو يقول أنا صراحة. يعني تشوبر هو أكثر شخص ملايق عليه. تشوبر جاب أم العيد استديو إنه جاب بنت تمثل دور تشوبر، يا أخي ما ينفع تستلم تجيب طفل يمثل دور تشوبر، لأنه مرة ما ينفع. نيكو روبن عادية مو مرة، بس يوسف اللي مرة ملايق، أحس مرة ملايق. ولو فرانكي عادي يعني، بس بروك ما اعرف صراحه ايش اقول. بروك ما ادري ايش يضبط عليه. طبعا صوره جت طايق في الشاشه وانا جالس اتكلم، ف راح تفهمون كيف كل شيء طايق. اسم الممثل وتحت هنا مين اللي راح يمثل دوره، فاحس شيء صعب. بس اللي راح يمثل دور بروك هو راح يكون صوت فقط، بس شخصية بروك ما اعرف شو راح يسوي فيها لانه هيكل عظمي، كيف راح تسويه ما نعرف. فاتوقع يضبطوه، بيصير راح يكون شكله خايس بزيادة. طبعا هذا هو يعني المقطع بكل اختصار شديد، طبعا تكلمت عن بعض المعلومات وان شاء الله